أي بوست نشرتي تسبب لك بكومنت تنمر ما بتنسيه؟ أوه، كل بوست بنزله فيه تنمر، يعني ما في بوست معين. كلهم؟ كله لحد الآن، يعني للأسف. ليه؟ عشو بيتنمروا؟ يعني ممكن يتنمروا على نفسهم الناس، يعني إحنا وصلنا لمرحلة إنه عن جد الكومنتات صارت، سواء كان البوست حلو أو مش حلو، خلص هو بده يفوت يفتي بأي إشي ويحكي ويتنمر. فبالنسبة لإلي أنا بطلت أطلع أصلاً على التعليقات لحتى أشوف أي آخر بوست نزل تنمر. أي طب بس أعطينا بوست واحد هذا أكتر شيء أثر فيك ما بتنسيه، يعني ضايقك كتير. أنا وماما يعني كتير بيضايقني الموضوع، إنه عادي أنتوا تنمروا علي وإحكوا علي، لأن أنا شخصية عامة ومعرضة حياتي للسوشيال ميديا، بس لما يكون حدا من الأهل موجود، وأظن إنه هيك ست كبيرة بالسن وهيك، فالمفروض إنه يكون في احترام، أي حدا يحط حدا محلي إنه هي أم بتضل بالآخر، فيمكن هذا الإشي الوحيد اللي ضايقني. شو البراند يلي تعاملتي معه وبتندمي على الساعة؟ في كتير، يعني في كذا حدا، بس ما بقدر احكي. بدنا واحدة برا. لا اوه شو جمهورنا، ما تقولوا لي ايش الرياكشن. لا الرياكشن بخوف. رياكشن يعني محضرين لك شيء قوي اذا ما اعطيتينا الحقيقه. مطعم مكسيكي. خلص بدون مطعم مكسيكي. مطعم مكسيكي بمنطقه بأي منطقة؟ لا بصراحة دايركت على السريع، وأنا موجودة مسحت كل الستوريز دايركت. يعني ناس بتعرف، خلاص اللي بتشوف عرفت بدون ما أحكي لسه. أوكي، اسمه ببلش بحرف ال ما تحاول في رودريغيز بالآخر. لا لا طب ليه شو ما حبيتي فيه يعني؟ طلع مش ذكي. مش ذكي يعني مش طيب بالأردن. مو ذكي هن المكسيكي شوي خطرين يعني. يعني أنا قلت أول صحن بمرة، الثاني الثالث الرابع قلت له لا كتير هيك تخنتها، مسكت الهاي ودليل. صراحة ما حبيت الأكل أو الأفتر ماث، يعني توابع الأكل شو حسيتي؟ كله تخبطات بالمعدة. المكسيكي كله هيك لعت نفسي وكتير صوصات، وأنت شوي حتخليني أحكي اسم المحل. ما هيدا ما نوصل له شو اسم المحل. منقطع فيل أو ريل؟ ريل. الجمهور أصدر حكمه وما صدق. في محلي على فكرة لسه، يعني شو؟ أنا ما بقرر، الجمهور بقرر. معقول؟ كيوت أنا. كيوت بحبكم. آخر فرصة أو في تحدي؟ يلا. لا بدك تقولي اسم المحل، اسم المطعم. ما رح أقول. لا ما رح أقول. تحدي، يلا على التحدي. يلا على التحدي. تينا ولينا، هاي كيفنا؟ زين مثل ما شايفه في معنا تينا ولينا معهم هالسيرسو هيدي هولا هوب. اوكي انا كمان شو هاي؟ هيني كيف شو هو؟ التحدي هو هيدي الهولا هوب. اوكي عمدك دقيقة بدك تحطيها على خصري وتهزي، يعني انا ما كنت انام، ما كنتش انام بصغري بدون ما اعملها طبعا، ولا بعمري جربتها. يلا دقيقه. اوكي رح يبلش التايم. لحظه بس نعطيك الاشاره بتبلشي. اوكي 3-2-1 توب. اوكي ضيعنا نص دقيقه بس لحضري الحق. أنا وبعملها أحلى وكمان. استنوا لا 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 أنا مش داخل بالله. طب شوفوا لي هالحركة. مش بإيدي. تقدر تعملها؟ بالإيد؟ لا صعبة بالإيد، صعبة بالإيد. بالإيد أصلاً أصعب. ما بعرف أعملها بالإيد. أسرع. شو صرت انا عم بعمل؟ لا يلا خسري يلا دخل يكون. وين هالتايمر؟ مرقت الدقيقة ولا بقى؟ بعد خلاص والله ما بعرف. بعدين انا خسري صغير. 3-2-1 خلصنا.
بس مالي ربحت اول تحدي ربحوا مالي. كان كثير حلو. كيف الحركه بالايد؟ روعه روعه الحركه بالايد.